لي المسجد الأقصى ولي ساحاته ولي المنبر المغدور والمحراب. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، نرحب بكم في هذه الندوة العلمية المتخصصة التي تنظمها الجمعية العربية للفكر والثقافة بالشراكة مع مركز الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث في الرمثة، والتي تأتيكم بعنوان القدس في الخطاب الإعلامي والسياسي الأردني، والتي جاءت إيمانا من الجهة المنظمة بأن للمملكة الأردنية الهاشمية وعبر التاريخ دور محوري هام في القضية الفلسطينية، وكذلك اعتقادا مطلقا بأن للإعلام دور محوري وهام كذلك في توجيه بوصلة الشعوب والمجتمعات في الاتجاه الصحيح، وهذا الاتجاه يجب أن يكون دوما وعبر التاريخ باتجاه فلسطين المحتلة. بداية أود أن أشكر طبعا غرفة تجارة الرمثة على استضافتنا في هذه الغرفة، وننتقل إلى الباحث في العلوم السياسية رئيس الجمعية العربية للفكر والثقافة الدكتور إبراهيم جيت لإدارة هذه الندوة، والكلمة لك دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد العربي الهاشمي الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. باسم أهالي الرمثة أرحب بكم أيها الضيوف والمشاركين أجمل ترحيب في مدينة الرمثة بدعوة من الجمعية العربية للفكر والثقافة ومركز الحقيقة الدولي للدراسات. وباسم أسرة الجمعية العربية للفكر والثقافة أرحب بكم أيها الحضور وأشكركم على حضور هذه الندوة، والشكر موصول لرئيس وأعضاء غرفة تجارة الرمثة على استضافة هذه الفعالية، والاحترام والتقدير لكل الإعلاميين والمصورين والكادر الإداري، فأهلا وسهلا بكم جميعا. السادة الحضور، طوال أعوام احتلال الإسرائيلي لم يقم العرب بشكل عام والفلسطينيون بشكل خاص على بلورة خطاب سياسي يجمعون عليه في شأن رؤيتهم للمسير في الصراع والمصير الذي يرغبون في أن يكون في نهاية المطاف. لذلك فإن الشعارات كانت وما زالت هي سيد الموقف في كل شاردة وواردة. وهكذا مرت الأعوام وازدادت التخبطات وتراكمت، وهكذا رأينا أن الخطاب السياسي والإعلامي العربي والفلسطيني الذي اختزل النضال الفلسطيني في مسألة القدس والأقصى قد وقع في فخ اللعبة الاستراتيجية الإسرائيلية. فالقيادات الإسرائيلية المختلفة تعي جيدا الحساسية الدينية للمدينة القديمة، ولهذا فهي تستثير الفلسطينيين بين فئة وأخرى في مسألة الأقصى، ثم تأتي ضمانات بعدم المساس بالوضع الراهن فيركن الفلسطينيون والعرب إلى السكينة. وهذا ما حصل منذ أيام بعد تصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض قرار ترامب، فاعتقدت الشعوب أن المسألة قد حلت وأن القرار قد ألغي، وبحقيقة والحقيقة أنها باتت أخطر وأعمق، حيث تواصل إسرائيل خلال هذه السكينة تكثيف الاستيطان وبناء الأحياء وتوسيعها لتسد بذلك الطريق على أي إمكانية لإعادة العجلة إلى الوراء والحديث عن دولتين 48 و67 وعاصمتين غربية وشرقية. وهكذا أيضا مرت الأعوام تلو الأعوام وأنشأت خلالها سلطات الاحتلال الأحياء الاستيطانية الكبرى التي أحاطت بالقدس من كل جانب، وذلك في خطة بعيدة المدى لغرض فصلها نهائيا عن الضفة الغربية، ولغرض شطر الضفة الغربية نصفين لقطع التواصل بين الشمال والجنوب، بغية قطع الطريق عن إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. وفي الحقيقة لم يكن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة سوى خطوة واحدة ضمن هذه الاستراتيجية الكبرى لقطع الصلة بين قطاع غزة والضفة والتركيز على مواصلة تقطيع الأرض في الضفة عبر تكثيف الاستيطان فيها. السيدات والسادة، فإن مسألة وجود سفارة أمريكية في القدس أو عدم وجودها ليست هي المسألة الجوهرية. فمن ينتفض على خلفية القدس والأقصى فقط ولا يفعل ذلك على خلفية الاستيطان المكثف
الذي يتغلغل في المدينة ويطوقها من الخارج هو الخاسر في هذه اللعبة، إذ أن المصير الذي ينتظر مدينة القدس العربية هو مصير أشبه بمصير مدينة يافا التي أضحت حيا صغيرا ضمن مدينة تل أبيب الكبرى، وهكذا ستصبح القدس حيا صغيرا ضمن أورشليم الكبرى. وحتى لا أطيل عليكم وأترك المجال أمام ضيوفنا ليفرغوا شيئا مما في جعبتهم لتكتمل الصورة في أذهاننا، ولنحاورهم سواء اتفقنا أم اختلفنا مع وجهة نظرهم، لنكون مع منارات في ميناء العلم والثقافة والخبرة في الشؤون الإسلامية والسياسية والإعلامية والفكر المعاصر، وهم معالي الدكتور هايل داود وزير الأوقاف السابق، أستاذ الفقه في الجامعة الأردنية ورئيس الدائرة السياسية في حزب الوسط الإسلامي وأحد مؤسسين، وسعادة النائب السابق زكريا الشيخ رئيس تحرير قناة الحقيقة الدولية ورئيس مركز الدراسات الدولي، وسعادة الإعلامي عاطف الجولاني رئيس تحرير جريدة السبيل. مرة أخرى أشكر حضوركم جميعا وأترككم مع فيض من المعرفة. تفضل دكتور هايل. للحديث في قضية الساعة اليوم، وهي في كل يوم حديث الساعة، ألا وهي فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص. بداية لابد الحقيقة من أن نظهر بالغ الاعتزاز والتقدير بالذات للموقف في الأردن وفلسطين، هذه الوقفة القوية الشجاعة التي تصدت لهذا الموقف الأمريكي المنحاز. الشعب الفلسطيني هب هبة واحدة وقدم حتى اليوم قرابة 20 شهيدا منذ صدور القرار الأمريكي أو قرار الرئيس الأمريكي في 6/12/2017، يعني في أقل من شهر أكثر من 20 شهيدا ومئات الشهداء الذين سالت دماؤهم وارتقت أرواحهم دفاعا عن عروبة القدس وإسلامية ومسيحية المقدسات فيها. وهذا ليس غريبا على شعبنا الفلسطيني، فهذا الشعب دائما شعب الكفاح والنضال والتضحية. منذ أول هذه القضية عندما تآمر العالم عليها من عام 1917 وإلى يومنا هذا، وهذا الشعب يناضل ويكافح ويضحي من أجل الحفاظ كما قلت على عروبية وإسلامية وقومية هذه الأرض الطيبة المباركة. وأيضا الحقيقة كل الشكر والاعتزاز والتقدير، وكلنا نفتخر بهذا الموقف الكبير العظيم الذي وقفه الأردن بكل مكونات الدولة الأردنية قيادة وحكومة ونوابا وشعبا ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب. هذا الطيف الأردني بكامله الذي وقف هذه الوقفة القوية الكريمة التي تجعل كل مواطن أردني يعتز بأردنيته ويعتز بقيادته. وأيضا هذا الموقف أيتها الأخوات أيها الإخوة ليس غريبا على الأردن، فالأردن أيضا منذ فجر القضية الفلسطينية وهو واقف معها كما نقول بالعامية بالباع والذراع، لم يقصر في شيء ولم يتوانى في أي لحظة دعما ماليا ومعنويا، بل وقبل كل ذلك بالدماء الزكية الطاهرة التي سالت دفاعا عن هذه الأرض المقدسة وعن القدس وعن سائر أنحاء فلسطين. هذا الحقيقة أيضا موقف مقدر. القيادات الهاشمية منذ الحسين بن علي رحمه الله وإلى عبد الله الأول وإلى الملك طلال وإلى الملك الحسين بن طلال وإلى من استلم الراية أخيرا جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، هذه الحقيقة المواقف القوية الشجاعة التي تشعر بأن القوة والشجاعة والموقف القوي
ليس بكثرة الأموال ولا بكثرة السكان ولا بكثرة الموارد. برضو يعني زي ما عندما قال واحد الجود من الموجود، قالوا الجود حرارة بالجلود، مش قديش عندك فلوس يعني. ها، في ناس عندهم فلوس كثير وأموال طائلة وثروات طائلة، ولكن عند المواقف القوية والمواقف القومية والمواقف الشجاعة لا تجد هؤلاء الناس. الأردن بحمده تعالى كان موجود في كل المناسبات، وفي كل المناسبات القومية والمناسبات الوطنية دائما الأردن كان موجود وكان يقدم في 48 و67 وما بينهما وما قبلهما وما بعدهما وإلى يومنا الحاضر. والأردن بالذات في موضوع القضية الفلسطينية ما توانى وما تخلى، رغم كل ما يقال ورغم كل ما يعني ينتقص من مقدار الدور الأردني، ولكن هذا الموقف الحقيقة ليس للدعاية والإعلان، وإنما هو من أجل القيام بالواجب وأداء المسؤولية العظيمة نحو هذه القضية. إخواننا الكرام، القدس ما يعني محتلة من 48، 80% من القدس محتلة من 48 اللي هي ما يسمونه اليوم القدس الغربية، والتي تشكل 80% من مساحة القدس، وال20% الباقية هي التي استطاع الجيش العربي الأردني أن يحافظ عليها في حرب 48، واللي فيها المقدسات الإسلامية والمسيحية، المسجد الأقصى المبارك بكل مكوناته وكنيسة القيامة وغيرها من مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، والتي عاد العدو الإسرائيلي فاحتلها عام 67. فإذا القدس محتلة من 48 وتم الإجهاز عليها في 67، ولم تحتل ولم تضع مننا بعد صدور قرار الرئيس الأمريكي. وأنا في تصوري أن القرار الأمريكي لم يقدم ولم يؤخر في هذه القضية، وبالعكس يعني قد يكون اليوم هنالك إيجابيات لهذا القرار الأمريكي إذا أحسننا الاستفادة من هذه المرحلة واستطعنا الاستفادة من هذا حالة الوعي الداخلي والعربي والإسلامي التي أثار هذا القرار الأمريكي. إلى فترة قريبة كان الكثيرين يتبجح ويقدم الأمريكي والحكومة الأمريكية على أنها الحليف والصديق والاستراتيجي للأمة العربية والوسيط النزيه في مفاوضات السلام وغير ذلك. اليوم بهذا القرار الذي أتى به هذا الرئيس الأمريكي أثبت أنه أمريكا لا هي حليف لا استراتيجي ولا تكتيكي ولا غير ذلك، وأن كل مسيرتها معنا وبالذات في قضايانا الكبرى وبالذات في القضية الفلسطينية ما هي إلا لعب علينا، وأنهم حليف حقيقي واستراتيجي بل ومكمل ومندمج مع العدو الإسرائيلي، وأنه لا فارق بينهما من حيث المواقف النهائية، وأنه حليفهم الحقيقي هي ما يسمى بدولة إسرائيل، ونحن لسنا حليفا حقيقيا. وهذه الحقيقة من القضايا التي يعني من الإيجابيات اللي يمكن أن نستفيدها من هذا القرار. وأنا في اعتقادي أنه الأمريكان هم أكثر متضرر من هذا القرار، أمريكا هي أكثر متضرر من هذا القرار وليس نحن، زي ما قلنا، لأنه هذا القرار بالنسبة لنا في تصوري ما أضاف شيئا جديدا. الاحتلال الإسرائيلي، احتلال هذا العدو الإسرائيلي لتلك الأرض ولتلك المدينة المقدسة هو الأصل، أما اعترفوا ولا ما اعترفوا هذه قضية لا تقدم ولا تؤخر في هذا الموضوع، لأن اعترافهم باطل على الأقل من الناحية الدولية وناحية القانون الدولي، لأن هذا الاعتراف الأمريكي كما نعلم كلنا ولا أضيف إليكم جديدا مخالف لكل قرارات الأمم المتحدة ولكل قرارات مجلس الأمن. وبالتالي يعني بتصور إذا استطاعت الدول العربية والإسلامية أن تقود هذه المعركة ولو من ناحية قانونية في المنظمات الدولية تستطيع أن تبطل هذا القرار الأمريكي وترده من حيث أتى، لأنه أي قرار يخالف المنظومة الدولية هو قرار باطل على الناس نحكي الآن، لا من ناحية إسلامية ولا عقدية ولا دينية ولا غيره، لأنه هذا الخطاب مع هؤلاء ما بنفع.
عندما نقول لهم والله أرض الإسراء والمعراج وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا وإحنا العهد العمرية وعمر بن الخطاب وفتحها وقال وغير ذلك، هم عندهم برضو رواية دينية مقابلة لهذه الرواية، ولكن على الأقل من ناحية قانونية دولية ومن ناحية القانون الدولي فالقانون الدولي معنا ومحقنا في هذه الأرض الطيبة المقدسة، وعلى الأقل في موضوع القدس وعلى الأقل في موضوع ما يسمى بالقدس الشرقية. فأنا بقول اليوم أيضا الأمريكان أو أمريكا هي أكثر متضرر من هذا القرار، لأنه أثبتت اليوم كانت أمريكا تصنف العالم وتقول الدول المارقة، وقصدها بالدول المارقة الدول التي تخالف القانون الدولي. اليوم أمريكا أثبتت أنها الدولة المارقة الحقيقية، لأن كل دول العالم اليوم كما أثبتت كل التصويتات التي جرت في الأمم المتحدة أثبتت أنه أمريكا في جال هي والبيبي تبعها الحبيب تبعها أو الحبيب تبعها أو مش عارف شو ممكن أو الطفل المدلل أو اللي بدك إياه، يعني كل الأوصاف في جال والعالم في جال. يعني في مجلس الأمن 14-1 14 دولة من 15 مجلس الأمن تعلن معارضتها لهذا القرار مقابل الذين اتخذوا القرار فقط، قالوا احنا على صح والعالم كله على غلط، ومندوبتهم بتقول في بكل آسف على التعبير وقاحة ها انه هاي المنظمات الدولية اليوم معادية لإسرائيل، لأنهم كلهم خالفوا. قال اليوم المنظمات الدولية تقصد فيها الأمم المتحدة، تقصد فيها اليونسكو، تقصد فيها مجلس الأمن وغيرها من المنظمات، قال هذه المنظمات كلها معادي لدولة إسرائيل. يعني ترمي هذه المنظمات بالانحياز وعدم العدل وعدم المصداقية، كل ذلك مقابل أن ترضي هذا الحليف الاستراتيجي أو الابن غير الشرعي أو إلى آخره من هذه الأوصاف. وأيضا في الأمم المتحدة عندما تصوت 128 دولة مقابل 9 دول بعضها يعني لا يرى على الخارطة ولا له وزن ولا قيمة وهي عبارة عن مستعمرات أمريكية صغيرة بتصوت مع هذا القرار، فهذه الحقيقة بتأكد مش إلنا فقط، للعالم أجمع أن هذه الدولة الكبرى التي يجب أن تكون من حيث الأصل راعية للسلم والسلام العالمي، راعية لتحقيق العدالة، هي بالعكس نصير للظلم وللظالمين، وهي التي ترعى هذه الحالة من الظلم الفادح الذي وقع بالفلسطينيين منذ أكثر من 70 عاما. وأنا بعتقد أيضا المتضرر الثاني هم الإسرائيليون، المتضرر الثاني من هذا القرار، صح أنه من ناحية دعائية يظهروا الفرح والسرور بهذا القرار، وقال لهم حبيبهم ترامب يعني قال لهم أنه افرحوا عندما احتفل معهم بعيدهم هذا القومي تبعهم العيد الديني تبعهم احتفلوا معهم في واشنطن بهذا العيد، قال لهم هذا أحسن عيد بمر عليكم في العصر الحديث، لأنه رجعت لكم عاصمتكم وبلدكم الحبيب القدس يعني وحدنا لكم إياها. صح أنه هذا هم بيقولوه، ولكن في الحقيقة هم أكثر متضرر مش الآن فيما بعد، لأنه أيضا هذا القرار بالنسبة إلنا كعرب ومسلمين أثبت أنه هذه المسيرة التي خضنا غمارها منذ سنوات طويلة منذ أكثر من 30 عاما، مسيرة الحل السلمي والمفاوضات السلمية أو 40 عام، أنها مسيرة غير مجدية مع هؤلاء، وأن الذين كانوا يثقون في يوم من الأيام أو يظنون أن هذه المسيرة السلمية يمكن أن تحقق لنا شيء أو تحقق لنا أي نتيجة إيجابية، اليوم حتى هؤلاء الآن ما عادوا يجرؤوا أن يتحدثوا بهذا الطريق، وإنه هذا الأمر قاعد بجرنا من تنازل إلى تنازل ومن تراجع إلى تراجع، وبالتالي يثبت أن الطريق اللي سرنا فيه خلال هذه السنوات الماضية كلها ليس طريقا صحيحا ولن يقودنا إلا إلى مزيد من الخسائر والتراجع. وهذا بصب في ناحية الذين يقولون اليوم أنه لابد لهذه الأمة من أن تعد العدة الحقيقية وتسير في الطريق الحقيقي إن أرادت أن تستعيد أرضها وبلادها ومقدساتها، وغير ذلك ما هو إلا تضيع للأوقات وتضيع للجهود المختلفة. على كل، أنا قل لي 10 دقائق إبراهيم، صار لي أكثر من 10 دقائق، فالدكتور إبراهيم آسف
بس بقول له ابراهيم لانه احنا اصحاب يعني هيك بقول لي هاي وبقول له ابراهيم واحنا وسط فالحقيقه بس انا بختم بعض النقاط خمسه سريعه. المطلوب منا اليوم بعد مثل هذا القرار الحقيقه التاكيد على استمرار هذه حاله الوحده التي تجلت في مجتمعنا الاردني الحقيقه الذي هب بكل مكوناته وتناسى اي اختلافات جزئيه او فرعيه ممكن حصلت فيه للوقوف امام قضيه كبيره. فمطلوب من الحقيقه بكل المؤسسات الموجوده في الدوله الاردنيه ان نعمل على استمرار حاله الوحده هذه والالتفاف، مسلمين مسيحيين، التطرف الذي عم بلادنا في الاونه الاخيره حاول يضرب هاي الوحده الوطنيه ويمزق الامه مزق مختلفه، هذا يهودي وهذا مسيحي وهذا مسلم وهذا عربي وهذا كردي وهذا شيشاني وهذا مش عارف ايه. احنا الحقيقه قوتنا في وحده هذه الامه. اثنين، الحقيقه لابد من العوده الى تعميق القدس والقضيه الفلسطينيه في حياه اجيالنا. هناك من في مرحله من المراحل كان يحاول بشكل او باخر ان يبعد قضيه القدس والقضيه الفلسطينيه من مناهجنا، من كتبنا، من خطبنا، من أحاديثنا، من منتدياتنا. لابد أن ترجع القدس والقضية الفلسطينية وبقوة الحقيقة اليوم. ها، هذا هو الرد الحقيقي الذي يمكن أن نرد على هؤلاء يعني في هذا الموضوع. النقطة الأخرى، لابد الحقيقة إلنا في الأردن وخارج الأردن من الدول العربية والإسلامية إعادة النظر في تحالفاتنا ومواقفنا من كثير من الدول وعلى رأسها الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية. أنا لا أنادي اليوم بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا، احنا ناس موضوعيين يعني، ها، ولا بدنا نقول أمريكا يعني اليوم درنا ظهرنا إلها ومشينا، ولكن بدنا نعيد تقييم الموقف مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا ننظر إليها اليوم كحليف حقيقي. فقد أثبتت أمريكا على مر التاريخ أنه ما لهاش حليف حقيقي، وكل اللي حالفتهم انقلبت عليهم في حالات معينة. فلا بد الحقيقة من إعادة النظر في هذا الموضوع، لا بد من العمل على إعادة النظر في تقوية المنظومة العربية بشكل عام. للأسف أمريكا وغيرها الحقيقة ما جرؤوا يوم أن يتخذوا مثل هذه المواقف لو كانت الأمة قوية ولو كانت على وحدة واحدة، ولكن لما علموا أن اليوم الأمة مزق ممزقة، كل حزب بما لديهم فرحون، دمروا وحدة هاي الأمة ودوموا حتى الفسيفساء تبعتها دمروها، العراق، سوريا، اليمن، ليبيا، وإحنا كنا للأسف نركض ونضحك وراهم وماشيين ومصدقين إنه بدهم ديمقراطية في سوريا وبدهم حريات في العراق وبدهم نهضة في ليبيا وبدهم مش عارف إيه في اليمن، واستطاعوا أن يدمروا سوريا وليبيا على إيدينا إحنا. وهؤلاء الذين دمروا هذه البلدان في اعتقادي وشاركوا في مسيرة ما سمي بالربيع العربي، أنا باعتقادي هم كانوا أدوات في الغالب بغير وعي للمخططات الأمريكية لنجحت لو كانت هذه المنظومة العربية اليوم على ما كانت عليه في اعتقادي، ما جرأت أمريكا على أن تعمل ما عملت وأن تفعل ما فعلت في هذه القضية. مع الدكتور زكريا سوف أقفز عن المقدمات لأن لقاء النخب يحتاج إلى حديث نخبوي بعيدا عن الحديث التعبوي، وكما رأينا الحديث النخبوي للدكتور هايل الذي يرتقي إلى النخبة التي نتحدث إليها. فأحاديث هذه الجلسات يختلف عن الأحاديث في المسيرات وفي الفعاليات الجماهيرية. سأبدأ من النهاية، لن أبدأ من البداية. هل نحن أصحاب الأرض الأصليين؟ ما هي القدس بالنسبة لنا؟ الوصايا الهاشمية، هذه المسلمات. سأقول، هل الأردن أضحى بلا تحالفات؟ هل الأردن الآن حاليا منعدم البدائل؟ هل الأردن دولة عابرة وليست دولة محورية؟ ما الذي يجري الآن؟ حقيقة حينما ننظر إلى الأردن، الأردن كما بعض السياسيين صوروه الأسبوع الماضي بأنه وحيد يسبح في بحر تتلاطمه الأمواج لوحده. أنا أقول أن الأردن دولة محورية ولا يمكن للأردن أن يكون بدون تحالفات، بل دور الأردن المحوري
هو الذي يؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات في المنطقة. فلا هذا الوطن والقدس هي بداية السلام، وبدونها لن يكون سلام. القيادة الهاشمية منذ البداية كانت وما زالت وستبقى هي المحور. خلال الفترات السابقة ابتداء من عام 2010 والمراحل التي مرت بها المنطقة من ربيع عربي، وضعوا المنطقة بحال الدمار ذاتي، حيث أوصلوا منطقتنا العربية إلى ثقافة الهزيمة لدى الشعوب قبل الحكام، فحطموا دول الطوق حول الكيان الصهيوني حتى يصلوا إلى ما يسمى بمشروع القرن. ومشروع القرن حالياً هذا المشروع الذي جاء وتوجه وبدأ بمراحله التنفيذية الرئيس ترامب، والرئيس ترامب هو حلقة من سلسلة ما يسمى بنيو كونزيرفاتيفز، المحافظين الجدد، أو ما نسميهم بالإنجيليين أو بلغة أكثر دقة بالمسيحيين المتصهينين. هذه الكنيسة الإنجيلية الخطيرة التي زورت التاريخ، زورت الدين، وزورت الحقائق على الأرض، جاء من قبله بوش الإبن وبوش الجد منذ عام 1500 ميلادي حينما جاء الأب الخامس لجورج بوش، هم جميعهم يحضروا إلى ما يسمى بمشروع القرن حتى جاء ترامب. ترامب ليس مجنونا وليس عبيطا ولا يعمل هذا العمل فقط يعني من أجل ردات فعل. ترامب يعمل، ووصوله إلى البيت الأبيض هو جزء من منظومة مخطط لها تماما، فعمل الولايات المتحدة والغرب عمل مؤسسي وليس عمل ردود فعل. فأوصلونا إلى ثقافة الهزيمة، ومن ثم سأتحدث عن الأردن، الحديث يطول في هذا المجال، حتى جاءوا إلى الأردن وبدأت هناك بعض المؤشرات لتهميش دور الأردن القيادي والمحوري. ما هو الأردن بالنسبة لفلسطين؟ الأردن بالنسبة لفلسطين هو وحدة هدف ومصير، قيادات وشعب وأرض. نحن منذ 1924 حينما جاءت بيعة الشريف في عكا وأعطيت الأردن الوصاية على المقدسات، من عام 1924 إلى 1948 حينما جاءت القوات الصهيونية واحتلت فلسطين قبل أن تأتي إلى الضفة الغربية، بعدها بعام تماما استمرت الدولة الأردنية وأعلنت استمرار سريان ما يسمى القوانين والتشريعات المطبقة في فلسطين منذ، طبعا كانت في إمارة شرق الأردن منذ عام 1935. فمنذ 24 لغاية 48 استمرت الأردن بالرعاية والوصاية على المقدسات. عام 67 حينما احتل الكيان الصهيوني فلسطين كان تحت الإدارة الهاشمية، تحت الإدارة الأردنية، فأصبحت إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، وبالتالي ينطبق عليها ما ينطبق على القوانين، قوانين التي لا تستطيع بحسب القانون الدولي أن الاحتلال يمنح حقوق الملكية للآخرين، لأنها بمثابة دولة احتلال والأراضي هي محتلة. فبقيت منذ ذلك التاريخ الأردن هي التي تشرف على هذه المقدسات. طيب، الربيع العربي جاء منذ 2010 لغاية الآن، وضع المنطقة في ثقافة الهزيمة، بدأوا بتهميش دور الأردن. حينما جاء ترامب وبدأت الخطوات الفعلية في المنطقة من أجل أن يتم تنفيذ مشروع القرن، للأسف أخواننا في الخليج بدأت عملية انهيار منظومة الخليج، وهي القوة السنية في المنطقة. ثلاثة قوى: المشروع الفارس الصفوي الإيراني، المشروع الصهيوني الأمريكي، والمشروع السني. المشروع السني له أذرع، لدينا تركيا والمملكة العربية السعودية، وأيضاً الشرعية للمقدسات هاشمية. فالغرب لن يقبل بمشروع القرن أن تبقى الدول السنية قائمة، فأخرجوا ما يسمى بالخوارج وداعش التي صنعت صناعة حتى يتم صناعة هذا العدو الشماعة الذي يمنح الدول الغربية بالدخول إلى مناطقنا. فأذكوا الصراع
الطائفي والمذهبي بين يعني أبناء الأمة الإسلامية، ما بين الشيعي والسني وغيرها. جاء انهيار منظومة التعاون الخليجي، فتمايزت قطر لوحدها مع تركيا ودخلت بالتحالف مع إيران، والدول السنية في دول الخليج التي هي تعتبر ينبوع دعم الإسلام، ينبوع دعم المقاومة، ينبوع دعم قوة المرجعية السنية في المنطقة، استهدفت هذه المرجعية وبدأوا بتفكيك منظومة السنة في المنطقة طبعا. وإيران تنظر من بعيد، والكيان الصهيوني والمشروع الصهيو أمريكي أيضا يراقب من بعيد، فأدخلون الآن بحرب سنية سنية داخلية من أجل تفكيك المشروع السني في المنطقة. الأردن كان الأكثر تضررا من هذا الأمر، لأن الأردن يمتلك أطول خط مواجهة مع الكيان الصهيوني، والأردن في بؤرة المنطقة، حيث المشروع الصفوي الإيراني الفارسي الذي يعني استمكن وأصبح له قوة في العراق وفي سوريا وفي لبنان، وأيضا الحوثيين في اليمن، فأصبح الأردن في موضع سياسي جيوسياسي لا يحسد عليه. وأراد وطلب من الأردن أن يكون له حقيقة حلول إبداعية. من إذا نظرت للمشهد من بعيد تجد أن الأردن أصبح بلا أجنحة، تجد أن الأردن أصبح بلا تحالفات، ولكن إذا ما تعمقنا استراتيجيا في موقف الأردن الحالي نجد أن الأردن هو الذي بدأ يعيد تحالفات المنطقة على الأسس الصحيحة. كيف يعيد تحالفات المنطقة؟ قوة الحاكم عادة يستقيها من الشعب، فأول تحالف حقيقي للأردن ليس فقط الشعب الأردني، انظر ماذا يقال عن الأردن في فلسطين. وأبشركم أنا أردني، أفتخر بأردنيتي، وأصلي من بيت لحم، من بيت فجار، وعلى علم وتواصل بنبض الشعب في فلسطين. والله محبة الهاشميين وما كسبه الأردن في هذه الأزمة الأخيرة من قوة له أكبر مكسب وأكبر تحالف. القيادة الآن تحالفت مع الشعوب، القيادة الهاشمية، فهذا أول إعادة لتغيير التحالفات في المنطقة، تحالف القيادة مع الشعب الأردني، مع الشعب الفلسطيني، ومع شعوب الأمة الحية. شعوب الأمة الحية ليس فقط العربية بل أيضا الإسلامية. ثاني تحالف بأن الأردن سيمنع المخطط القذر لتفكيك وإضعاف المحور السني، فالأردن لم يفقد المملكة العربية السعودية وكان موقفه متوازنا، ونحن السعودية عمق لنا، نحترمهم ونقدرهم ولدينا أهداف مشتركة كثيرة معهم، إنهم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، إنهم يعني الحرمين الشريفين هناك، إنهم المرجعية الدينية للعالم الإسلامي، ولدينا من المصالح المشتركة العديدة ما لا يمكن أن نذكره في هذا المجال لأنها كثيرة. ولكن الأردن حاول كعادته دائما أن يكون الوسيط، أن يكون العنصر الذي يقبل الجميع وأيضا الحضن الدافئ للجميع. عاد إلى تركيا الأردن، وتركيا قوة، وأنا من هذا المنطلق ومن هذا المنبر أحيي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه سمى جلالة الملك، وهو يستحق هذا الأمر بأنه حامل مقدسات، وأقول له كذلك، إنه خادم أولى القبلتين وخادم ثالث الحرمين الشريفين. هذا اللقب ليس فقط يستحقه، هذا اللقب هو حق حقيقي شرعي ديني تاريخي للأردن، يجب أن يثبت. فشكرا لتركيا على موقفها اتجاه القيادة الهاشمية حينما تخلى عن الأردن، دعوني أسميهم الحلفاء التقليديين الذين سيعودوا ويعلموا حينما يلدغوا من أمريكا التي بها سموم الأفاعي، حينما يلدغوا منها
سوف يعود تماما أنهم يسيرون في الطريق الخاطئ، فسيعودون إلى رشدهم، والأردن سيبقى يحافظ على علاقته مع دول الخليج. إيران، الآن بعض الأحاديث تقول بأننا نحن نتجه إلى إيران. الأردن هناك ما يسمى بالعلاقات السياسية والعلاقات الاستراتيجية والمبادئ، يعني أنا صاحب مبدأ. نحن في السياسة قد نلتقي مع بعض الجهات في بعض الأوقات، وقد نختلف مع بعض الجهات في بعض الأوقات، فحينما تتشابك العلاقة وحينما تكون العلاقة هامة مع دولة مثل إيران، لا بأس لتلك العلاقة أن تنمى من أجل مصلحة الوطن. فالتحالف مع إيران تحالف، دعني أسميه، لا أريد أن أسميه لحظي ولكنه مرحلي. هذا التحالف إيران بحاجة، يعني العلاقة، دعني أسميها علاقة، هذه العلاقة علاقة مرحلية، إيران بحاجة إليها كما نحن بحاجة إليها، نحن هذه مصلحة مشتركة بيننا وبين. ولكن قطر هذا تحالف استراتيجي مع قطر. قطر دولة عربية محترمة مقدرة داعمة للمقاومة. الحديث يطول هنا في الحديث الاستراتيجي حول السياسة والدبلوماسية الأردنية الخارجية والداخلية. فأهم ما نجح به الأردن من إعادة تشكيل التحالفات هو بأن دائما القائد القوي الذي يستقي شرعيته من شعبه، فجلالة الملك دائما هذه الشرعية مستقاة من شعبه. طيب، ما هو الحل؟ وباختصار وبدقيقتين أريد أن أنهي حتى ندخل بالحوار. القضية الفلسطينية هي قضية وصراع ما بين الحق والباطل، ما بين الخير والشر، وهذا ليس صراع اليوم. فلسطين احتلت بالقوة وببساطة وبدون خبراء استراتيجيين لا يفل الحديد إلا الحديد. فلسطين تحتاج إلى القوة لتحريرها. لحين أن تتوفر البيئة السياسية والعسكرية والتحالفات العربية الإسلامية والإنسانية مع قضية فلسطين وتشكيل تحالف عربي إسلامي عسكري لتحرير فلسطين، علينا أن نضع ما يسمى بالمشروع النهضوي العربي الشامل. المشروع النهضوي العربي الشامل لديه عدة أبعاد: البعد الدبلوماسي والسياسي، البعد الديني، البعد التاريخي، البعد التربوي، البعد العسكري، والبعد الإعلامي. وهنا لابد أن نتسلح بالمعلومات، نتسلح بالمعلومة. على سبيل المثال، حينما أقول عن البعد الديني، دور المسجد، دور الكنيسة، دور المسجد يجب أن يعتلي المنابر العلماء وليس قراء الخطب. لا نريد قراء خطب في مساجدنا، نريد علماء يعون ماذا يقرؤون ويعون ماذا يوزعون وماذا ينشرون من فكر. فهؤلاء صمام الأمة الحقيقي، وهنا وزارة الأوقاف ممثلة. ما نريده علماء وليس قراء خطب. الكنيسة، الكنيسة الشرقية لها دور كبير جدا في دحض الإدعاءات من قبل الإنجيليين الذين زوروا التاريخ، الذين يقولون بأن فلسطين هي أرض الميعاد وهي الوطن القومي لليهود، مع العلم أن لا ترى كارتة مئات الألوف من اليهود يرفضون ذلك. نقول بأن الكنيسة اليوم الشرقية نضعها أمام مسؤولياتها لتقف أمام الكنيسة الإنجيلية ومشروع الإنجيليين والمسيحيون المتصهينون من أجل أن يوقفوا تزوير التاريخ. هل تقوم الكنيسة بهذا الدور؟ السؤال نسأله إياهم وعليه أن يجيبوا. علينا أن نضع اليوم كل واحد أمام مسؤولياته في البعد الديني. الكنيسة الشرقية عليها أن تقول بأن القدس عربية، ليس فقط القدس عربية، بل لا ننجر الآن إلى الحرب الإعلامية التي قزمت الصراع بأن هل القدس هي عاصمة للكيان الصهيوني أم عاصمة للدولة الفلسطينية، هل القدس الغربية أم الشرقية. نحن نقول بأن الكيان الصهيوني كيان مصطنع لا وجود له على أرض فلسطين التاريخية، من الناصرة وحتى أم الرشراش في الجنوب، من عكا وحيفا حتى أريحا،
27,000 كيلومتر، فلسطين عربية كنعانية إسلامية. نعود إلى التاريخ معهم لنقول لهم بأن نحن أصحاب الأرض الأصليين من عام 7,000 قبل الميلاد. حتى حينما وصل سيدنا إبراهيم عليه السلام عام 2100 قبل الميلاد من مدينة أور في العراق، الكلداني جاء إلى الكنعانيين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، كان وجاء إلى أناس 2100 قبل الميلاد كانوا يقطنون تلك البلاد. حتى حينما جاء سيدنا يعقوب عليه السلام وهو من أبناء سيدنا إبراهيم عليه السلام، من أبناء إسحاق 12 سبط، 10 منهم من أبناء يعقوب واثنان من أبناء سيدنا يوسف، هذا سمي بقومية بني إسرائيل عام 1800 قبل الميلاد. فقومية بني إسرائيل لم تقوم إلا 1800 قبل الميلاد، أي أن أي صهيوني أو يهودي أو إسرائيلي يقول أنهم كانوا يتواجدون قبل 1800 قبل الميلاد فهذا كذب وافتراء وتزوير. حينما قالت ترامب ونتنياهو بأن عاصمة إسرائيل كانت قبل 3,000 سنة قبل الميلاد، نقول له خسئت. الحديث يطول في هذا الأمر. البعد التربوي، المناهج التي تطرق إليها أخوي وحبيبي الدكتور هايل، علينا أن نزيد من جرعة الحق بأرضنا في مناهجنا، مش نستأصلها، مش نقيم العدو الصهيوني. مناهجنا يجب أن تدعم بالحقائق وأن تستأصل منها أي معلومات تشير إلى أن هذا الكيان يمكن أن نتعايش معه، لا تعايش مع هذا الكيان الصهيوني. فعلينا أن نربي أبناءنا من الصغر حتى يكبروا، فالأسرة لها دور، المدرسة له دور، الفرد، الجامعة، مؤسسات المجتمع المدني. هذا في المشروع النهضوي الذي أتكلم عنه، أن نستثمر بأبنائنا بمناهجنا حتى نصل إلى ثقافة النصر وليس ثقافة الهزيمة التي أوصلونا إليها. أخيراً وباختصار، البعد الإعلامي. الأردن لعب دوراً كبيراً في المحافل الدولية، وهنا تحية تقدير واحترام وإجلاء لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وللعائلة الهاشمية التي رأينا كيف الأمس بدأ بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، والرسالة التي بعثها كذلك بزيه العسكري وبذخيرته الحية ليقول حينما تنجح القيادة تكون البنادق على الأكتاف ويكون القائد في المقدمة، لا يكون القائد في أبراج عاجية يتبرطعون وكروشهم متدلية. نقول القيادة الحقيقية هي القيادة اللي شفتوها بالأمس في الفيديو الذي نشر، قيادة أبو حسين البطل القائد العسكري الشجاع المقدام المتقدم الصفوف، هذه هي القيادة التي نريدها. وهذا رد على الآخرين، استبدلتم غزلانها والباقي عندكم. هذا الغزال الهاشمي، هذا الفارس الهاشمي يعي ماذا يفعل، والشعب الأردني يعي ماذا يفعل. توحدت الإرادة الشعبية مع ماذا؟ مع القوة والفكر والنضوج وأيضا الإيمان بالحق. هذا الهاشم هو صاحب الحق في أرض فلسطين بحمايتها ورعايتها. الإعلام كان وما زال وسيبقى له أكبر دور في توجيه الرأي العام. إعلامنا الأردني بخير، تحية لتلفزيوننا الأردني، لوكالة الأنباء الأردنية، ولكن ما نحتاجه هو أن نكثف من الأفلام الوثائقية التي ترسخ الحق، وهذه قضية غاية بالأهمية. أن نستثمر ماليا بالدراما، نستثمر بالأفلام الوثائقية، نستثمر بالإعلام لنشر الحقيقة ونشر الواقع ونشر الحقوق لأمتنا العربية والإسلامية. تحتاج القضية الفلسطينية، تحتاج إلى قوة، القوة بمفهومها الصحيح، القوة من خلال مشروع نهضوي سياسي ديني اجتماعي وتربوي. القدس اليوم تتصدر القضايا عربيا وإسلاميا، بل أقول عالميا، ربما تعد القضية هي الأبرز من حيث المتابعة السياسية والإعلامية. القدس توحد العرب، بل توحد المسلمين بعد أن افترق العرب على كل شيء. السنوات الماضية اطلعوا، الخمس سنوات الماضية، ست سنوات، لم يتفق العرب على قضية، بل الانقسامات والتشرذم يزيد في كل يوم،
الآن يتوحد العرب، يتوحد المسلمون رغبة أو حرجا من قبل البعض، لكن الموقف موحد، بل العالم الآن موحد في رفض قرار ترامب. أراد ترامب أن يسلخ القدس عن سياقها الفلسطيني الأردني، عن عمقها على مستوى الأمة العربية والإسلامية. ما يحصل الآن عوضا عن أن تسلخ القدس، تعزل أمريكا حين تقف وحيدة بدعمها 4 دول بتعداد 200,000 مع 3 دول أخرى 7 دول هامشية. هل هذا هو وزن أمريكا وهذه مكانة أمريكا وقيمتها على المستوى الدولي؟ في تقدير هذا له بالغ الضرر على الجانب الأمريكي. القدس اليوم هي عنوان المواجهة، المواجهة مع الاحتلال، وبالتالي ليست القضية فقط هي القدس بل احتلال كامل التراب الفلسطيني. في المقدمات فيما يتعلق بالدور الأردني في رعاية المقدسات، هذه القضية لم تكن خلال الفترة الماضية موضع تنافس أردني فلسطيني، وتابعنا على المستوى الفلسطيني أن هناك قرار رسمي بالاعتراف بالوصاية بالرعاية الأردنية على مدينة القدس. وعلى المستوى الإسلامي حين يتحدث أردوغان بالتأكيد عن الرعاية الأردنية والوصاية، فهو ينطق باسم مؤتمر التعاون الإسلامي. هذا الموقف ليس خلافياً. الطرف الوحيد الذي يتحفظ على الرعاية الأردنية للمقدسات، الذي يعترض يرفض ويحاول الآن أن يغير الأمر الواقع، هو الجانب الإسرائيلي الذي اضطر في معاهدة وادي عربة على أن ينص على احترام الدور الأردني والرعاية الأردنية، لكنه الآن يحاول أن ينقلب حتى على هذه البنود التي وافق عليها فيما مضى. اهتمام الأردن بالقدس والقضية الفلسطينية، هل هو موسمي يتعلق بقرار ترامب، يتعلق بأحداث تحصل اليوم وربما تهدأ غدا؟ السنوات الماضية في تقديري كانت موضع اختبار. في الأعوام الماضية تراجعت مكانة القضية الفلسطينية والقدس في اهتمامات المنطقة العربية وكذلك على المستوى الدولي. تصدرت الأحداث قضايا دامية في سوريا، في العراق، في ليبيا، في أكثر من موقع. تراجعت مكانة القضية الفلسطينية ومكانة قضية القدس، لكن الملاحظ في الموقف الأردني الشعبي والرسمي لم يحصل هذا الأمر. بقيت القضية الفلسطينية والقدس في تقديري في صدارة الموقف الرسمي والشعبي وفي الخطاب الإعلامي على المستوى الشعبي والرسمي. إذن التعاطي مع قضية القدس وفلسطين تعاطي استراتيجي في الأردن، ليس موسميا ولا متذبذبا، وينظر إلى القدس وفلسطين على أنها شأن أردني بامتياز، ولا يتم التعامل مع القدس وفلسطين على أنها شأن آخر وقضية تعني أو تعني أناسا آخرين. قد يختلف الأردنيون رسميا وشعبيا على بعض القضايا، قد تتباين وجهات النظر إزاء بعض القضايا، لكن حين يتعلق الأمر بالقدس فالموقف الرسمي والشعبي في تقدير موحد قبل قرار ترامب الأخير. ربما الخلاف الوحيد بين الموقف الرسمي والشعبي تجاه القدس ما يتعلق بالقدس الكامل أو القدس الشرقية، بموجب استحقاقات ربما سقوف عربية تضطر الجانب الرسمي للتعاطي مع مسائل معينة، ولكن بالمجمل الموقف الرسمي والشعبي، الخطاب الإعلامي والسياسي الرسمي والشعبي تجاه القدس موحد قبل قرار ترامب. أما بعد قرار ترامب في تقديري لم يكن الموقف الرسمي والشعبي ولم يكن الخطاب السياسي والإعلامي الرسمي والشعبي للحكومة، للقيادة، للقوى السياسية، للشارع، الخطاب كان موحداً منسجماً متفقاً، وليست هناك تباينات. وفي تقديري أن هذا الصوت وصل للعالم بصورة واضحة. موقف الأردن قبل قرار ترامب في موضوع البوابات خذل العرب القدس حين نصب الجانب الإسرائيلي لاحتلال البوابات على المسجد الأقصى. الموقف الأردني وموقف المقدسيين الذي كان موقفا واحدا هو الذي أفشل الخطة سابقا، والآن الموقف الفلسطيني والموقف الأردني في تقديره هو الذي يحرك
يحرك العالم وليس على المستوى العربي والإسلامي، يعني جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، بل أقول الشارع العربي، لم يتحرك الشارع العربي والإسلامي بالشكل الذي تابعناه إلا حين تحرك الأردن. وأنا بدي أقول خارج فلسطين، بل ربما قبل كثير من المدن الفلسطينية، أول مدينة تحركت للاعتراض على قرار ترامب كانت معان. أول تحرك شعبي ضد قرار ترامب بعد وقت قصير من القرار، معان كان فيها أول تحرك جماهيري ربما سبقت معظم المدن الفلسطينية. ولذلك الأردن في تقديري موقفه، خطابه الواضح رسميا وشعبيا في تقديري، هو الذي أدى إلى المفاعيل والتداعيات التي تابعناها وإلى هذا الموقف العربي والإسلامي بل الدولي. ولذلك لم يكن مستغربا أن الاتحاد الأوروبي يبادر للاتصال بالأردن مؤيدا للموقف الأردني ومنددا بموقف ترامب. هم وقفوا ضد ترامب في مجلس الأمن، وقفوا ضد ترامب في لقاء وزير الخارجية مع الاتحاد الأوروبي، ولكن في نفس الوقت كانوا يرسلون التأييد للموقف الأردني والدعم للموقف الأردني، بل المساعدات وإن كانت مقررة مسبقا 510 ملايين دولار، ولكن في هذا التوقيت أن يعلن عن مساعدات على مدار 3 أعوام ب 510 ملايين دولار أوروبيا للأردن، في تقديري كانت رسالة ذات دلالة للأردن في دعم هذا الموقف. الآن على مستوى الخطاب الرسمي الأردني والشعبي كذلك تجاه قرار ترامب، من الواضح أن الموقف والخطاب كان قويا واضحا، ليس فيه تردد، ليس فيه لبس، تشبث بالحق، رفض واضح للقرار. هو أغضب ترامب صحيح، ولكنه كان قرار في الاتجاه الصحيح. أعتقد أن الأردن اليوم يتعرض بالفعل، يتعرض الأردن للاستهداف، للتجاوز في دوره، لمحاولة القفز عن دور الأردن، تقزيم حضور الأردن على المستوى الإقليمي. لكن في ظل الوضع غير المريح، ليس فقط عملية تقزيم وتجاوز، الأردن الموقف الأخير في تقديري قد لا يكون بلا ثمن. الآن تمارس ضغوط على الأردن، تصدر تهديدات على للأردن نتيجة الموقف الأخير، لكن في ظل هذه التهديدات وفي ظل هذه الضغوط، أعتقد أن الأردن اليوم أقوى مما كان في أي وقت مضى. أعيد، في ظل الضغوط والتهديدات، الأردن اليوم في تقديري هو أقوى من أي وقت مضى. وإذا كانت الخطة تهميش الأردن والقفز عن دوره، أعتقد أن الأردن اليوم أكثر حضوراً من أي وقت مضى على المستوى الإقليمي وفي القضايا المهمة. إذا كان المستهدف مكانة الأردن، أعتقد أن مكانة الأردن في فلسطين وفي العالم العربي والإسلامي تقدمت على أي وقت سابق. حتى الضغوط أنا أتمنى أن ننظر إليها بشكل واعي. هذه الضغوط هي محاولة لثني الأردن رسميا وشعبيا عن مواقفه الحالية ليعود خطوات إلى الوراء، محاولة لثني الأردن عن التفكير بسياسة تنويع الخيارات والتوازن في العلاقات. مصلحة الأردن أن تبقى علاقاته، وأنا بدي أقولها، مع كل دول العالم، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع الاتحاد الأوروبي، مع كل دول الدنيا، مصلحته أن تكون علاقته قوية، لكن مصلحته أن تكون له علاقات مع كل الأطراف وليس مع طرف واحد، وليس أن يحسب على قوة دولية أو طرف دولي أو طرف عربي أو إسلامي واحد وأنه في موقف مضاد لطرف آخر. مصلحة الأردن أن يكون خارج لعبة المحاور والاصطفافات والانقسامات، أن تكون علاقاته جيدة قوية مع جميع الأطراف. أعتقد هذا ما يحقق مصلحة الأردن، والأردن في تقديري على المستوى الرسمي مؤيدا بموقف شعبي، أعتقد أنه بدأ خطوات باتجاه تنويع الخيارات على أرضية التوازن وعلى أرضية عدم الدخول في علاقات عدائية مع أي طرف من الأطراف،
لكن مصلحة الأردن أن ينفتح على الجميع، وأتمنى أن يستمر التوجه في هذا الاتجاه. أعتقد أن هذا الموقف سيكون معززاً بالموقف الشعبي. المطلوب، حتى لا أطيل عليكم، المطلوب أن تستمر حالة الصمود والثبات في مواجهة الضغوط. لا نريد في ظل الضغوط التي تمارس، لا نريد تراجعات إلى الوراء. مطلوب صحيح التكيف مع الواقع، أن نخفف من هذه الضغوط أكيد، ولكن أن تبقى البوصلة متجهة في الاتجاه السليم. المطلوب أن تستمر حالة الانسجام في الموقف الرسمي والشعبي. هذه ورقة قوة مهمة جدا، والمطلوب أن نتجنب الانشغال بقضايا جانبية في هذا الوقت. الآن في قضية أساسية محورية في محاولة من الأردن رسميا وشعبيا لأن يتموضع سياسيا تموضعا مختلفا عن السابق في اتجاه إيجابي. ليس هذا وقت الدخول في أي خلافات أو مواجهات أو تباينات جانبية من وجهة نظري. المطلوب كذلك أن يستمر التنسيق الأردني الفلسطيني الرسمي على أعلى مستوى، وحالة التقارب الأردني الفلسطيني التي تزايدت خلال الفترة الماضية المطلوب أن تستمر وأن تزيد حالة التنسيق. تكون البداية الأردن وفلسطين رسميا وبالتعاون مع الأطراف العربية والإسلامية التي تقترب من هذا الموقف. أشار الدكتور زكريا إلى تركيا التي تظهر رغبة واضحة بالتقارب مع الموقف الأردني، والأردن في تقديري أظهر رغبة مماثلة في نفس الاتجاه. المطلوب استمرار الحراك الدبلوماسي النشط أردنيا على المستوى العربي والإسلامي والدولي وعلى المستوى الشعبي. في تقديري هذا الحراك المهدف الهادئ لكنه القوي في التعبير عن رفض القرار وعن التشبث بالحق. أعتقد أن استمرار هذا الحراك في الشارع بطريقة إيجابية أعتقد هو أفضل دعم يمكن أن يقدم للمنتفضين على أرض فلسطين. في الداخل ينظرون إلى الأردن كيف يتفاعل، والعالم ينظر إلى الأردن كيف يتفاعل. حين يحصل التفاعل شعبيا في الأردن مع القدس والقضية الفلسطينية تتحرك مختلف عواصم العالم، وإذا هدأ الحراك في الأردن سيهدأ الحراك في بقية العواصم. لذلك الدور المطلوب من الأردن تجاه القدس أعتقد أنه دور كبير، لكن الأردن حين يدافع عن القدس هو يدافع في المقام الأول عن الأردن ومصالح الأردن، وليس ثمة انفصال بين الأردن والقدس والأردن وفلسطين. حالة الوحدة التي تابعناها في الفترة الماضية نتمنى أن تستمر، ونتمنى أن لا نعود إلى أوضاع سابقة ربما لم يكن الوضع فيها سارا. في النهاية والختام أشكر الجميع على حسن الاستماع. لا أعتقد أننا نختلف حول ما ذكر، ولا أعتقد بالنسبة لي أنني أضفت معلومة للأخوة الحاضرين. أعتقد في متابعة قضية القدس وما يجري هذه الأيام الكل يتابع، كل محلل سياسي، الكل يمارس دور الإعلامي. ما عادت قضية الإعلام حكرا على الحقيقة ولا السبيل ولا المؤسسات الإعلامية، صحف، مواقع، فضائيات. الآن وسائط التواصل الاجتماعي جعلت من كل شخص مؤسسة إعلامية قائمة بذاته، وربما بعض الأشخاص مؤثرون أكثر من مؤسسات إعلامية. وبالتالي الدور المطلوب إعلاميا ليس فقط من المؤسسات الإعلامية، وإن كانت مكلفة بهذا الدور واجب عليها، أعتقد هو دور الجميع أن نحافظ على حالة الوحدة، أن نحافظ على هذا الموقف الواضح تجاه القدس وتجاه قضية فلسطين، وأن تستمر المسيرة. في نهاية اللقاء نشكر المتحدثين.